صباح الخير، تحية عطرة. إذا مداخلة جديدة بعنوان في التمييز بين العروبة والعربية وبين العربي والأعرب. هل يعيش العرب أزمة هوية أم أزمة في الهوية؟ هل الهوية أكاذيب أساسية أم أن إعادة التفكير في الهوية هو مجرد تكرار الأكاذيب الأساسية التي توحد أو يعني تنبيه تشخيص للواقعة التي تصدم؟ تتبنى هذه المداخلة موقفا مربكا ونقديا بشأن مسألة الهوية الملتهبة. فهذه المداخلة تشير إلى الوظيفة الاجتماعية الضرورية للهوية أثناء تفكيك خطابات الهوية الحالية. أن مسألة الهوية هي أحد أعمق خطوط الصدع في مجتمعاتنا، بالنسبة للبعض يعتبر خط دفاع حيوي في مواجهة العولمة الاقتصادية وتدفق الهجرة، وبالنسبة للآخرين فهو علامة سياسية على إيديولوجيا اليمين أقصى اليمين. لكن الاهتمام المركزي شبه الوجودي عند الفريق الأول. هل ربما تكون مشكلة حقيقية أم مشكلة كذبة من أعراض إغلاق محكوم عن الخارج وعن الآخر؟ يتم حماية الواقع المهدد من جهة والقضاء على الخيال الضار من جهة أخرى. هل يمكن أن يكون مثل هذا الاستقطاب ثنائي القطب غير عاطفي، غير انفعالي، غير انتوائي على الذات، ينظر إليه من نظرة عقلانية نقدية، أم أنه محكوم عليه بالبقاء؟ البقاء وإبقاء، بقاء بمعنى الاستمرارية وإبقاء العيدة غير قبل الاغتزال بين طرفين لا يمكن توفيق بينهما، نحن والآخرين، أنا وغيري، الشرق والغرب، العرب والمسلمين من جهة، والمشارقة والشمال، الغرب يعني يمكن أن ندرس يعني نعرض حول هذه وجهة نظر حول هذه المسألة لا تشغل للمتخصصين في العلوم الاجتماعية، ولكن أيضا وأكثر من ذلك الرأي العام الذي تمزقه الحيرة بين أنصار الهوية وأنصار الحداثة. هذا ليس موضوع جديد بالنسبة للعلوم الاجتماعية، فنحن مدينون بالفعل في الواقع لأخلاقيات الهوية كما ومواضيع ذات سيلة في صلب الفلسفة الاجتماعية، كلها تصب في ضمن الكونية الحديث، ضمن استرداد التراث. يعني الهوية تسميات لا يمكن العيش دونها. نحن كعرب ومسلمين لا يمكن أن نعيش غير أن نكون عرب ومسلمين. هناك دليل على هذا الكلام، بدء الروابط التي توحدنا بشكل جماعي ليست سوى حقائق وقائع وليست أكاذيب كما يقولون أو أساطير. يجب عدم استبعاد الهويات، ولكن يجب إعادة التفكير فيه. هناك بدء أي كان نوع الهوية التي نشير إليه، فنحن مخطئون في فكرتنا أننا ينبغي أن نقطع معها وأن نضيعها وأن ننساها. ينبغي علينا أن نعيد تشكيلها. يمثل الخطأ في تصور أن الهوية ترجع إلى خصائص يمتلكها أفراد بشكل جوهري أو يشاركون فيه. هم الذين ينتمون إليه بشكل عفوي أو طبيعي، لكن هذه الفكرة خاطئة أساسا كمان، لأن الهوية ليست سوى تسمية يعني تعتمد قبل كل شيء على الكلمات التي تسميها. هذه أطروحة التي كنت بصدد ذكرها، أطروحة خطيرة. تقطع بين الذات وهويتها، بين الأنا وحاضنته الاجتماعية. لهذا السبب يمكن اعتباره غير صادقة، كذبة، على الرغم من أنها ملزمون بترديدها أكاديميا. الغريب في الإشارة إلى الخداع. لا يجب القضاء عليه، لأنه يؤكد أن هذه الكذيب كذيب حول الهوية افتراءات لا غنى عنها، فهي موجودة في الواقع. هذه علامات جماعية لا تفرقنا فقط ولا تحرضنا فقط ضد بعضنا البعض، إنها وحدة تسمع للبشر أن يفعلوا العديد من الأشياء معا. أن مهمة الفيلسوف المساهمة في فهم بشكل أفضل وإصلاح هويته، وخاصة أن هويته قد تشكلت من الأفكار التي سادت منذ قرون. بالنسبة اليوم تكييفها مع العصر الجديد، عصر العولمة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والحوسبة والعلوم العصبية والإنسان المعزز. هذا التحقيق
الذي يتعلق بدور الدين والتاريخ واللغة ودور البلد ولون البشرة والطبقة الاجتماعية والثقافية والجن يعني الجندر، هو ضروري يعني لإعادة تشكيل الهوية. مع ذلك ربما جزئين بسبب الجمهور الواسع الذي يقبل على هذا الموضوع لأنه موضوع حيوي، فإنه لا يقدم من الناحية المفاهيمية أي جديد يرضي العامة والجمهور والمجتمع، فقط يحقق انتظارات الناس فقط، يلجأ إلى قصص مختصرة أحيانا تاريخية وسير ذاتية كي يوضح أفكار. يجب أحيانا أن نتخلى عن الجدل، نتخلى عن المغالطات، نتخلى عن الشعريات، نتخلى عن الأدبيات، ونؤسس لنصوص علمية، نصوص أكاديمية حول الهوية، نصوص عقلانية، نصوص نظرية، نصوص نقدية، نصوص موضوعية حول الهوية. أولا يعني نظرة عامة في الهويات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشريح مفردات الهوية في العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع. هناك تأكيد على أن الطابع الاجتماعي للهوية بشكل صارم، رغم سرد الملامح الرئيسية لنظرية الهوية، فإننا لا يمكن إنكار البعد الاجتماعي. إذا كانت الهوية ناتجة عن إسناد التسميات والمصطلحات فهي مهمة جدا للبشر، وذلك لأن لديها وظيفة تكاملية أساسية اجتماعية تشير إلى كل المجموعات التي تناسبها وتخصص لها انتماءاتها الاجتماعية. يوفر هذا الارتباط واحد أو أكثر من نحن لكل فرد قواعد وسلوك، قواعد في القيم وأهداف عملية ومعيارية، وبشكل أساسي توفر البشر إجابات على الأسئلة المتعلقة بتوجهاتهم في الحياة، بوجودهم، بانتمائهم، بعودهم، بأصولهم، بوعودهم التأسيسية. هم موجودون لماذا؟ ما هي رسائل؟ ما هي ديونهم؟ ما هي ديون الذي ينبغي عليهم أن يستوفوها؟ ما هي الرسائل التي يحملوها إلى العالم؟ الهويات أيضا ذات طبيعة علائقية من حيث يتم تعريفها بالنسبة لبعضنا البعض، أكثر في من تعارضنا مع بعضنا البعض. هذا شيء معروف، إعطاء مرء هوية هو في الواقع تمييز نفسه عن غيره، عن الآخر. وفي نفس الوقت قول نحن يعني مخاطبة الأنت أو التعارض مع الهم. الهوية هي أيضا محل نزاع جوهري في تعريفه، بالتالي حدود المجموعات التي تستجيب لها دائما تكون مثيرة للجدل وموضوع صراعات لا نهاية لها. هوية لغوية، هوية دينية، هوية وطنية، هوية إثنية، هوية مذهبية، هوية عرقية، هوية اجتماعية، هوية ثقافية، هوية سياسية وطنية، هوية قانونية، هوية مهنية، العديد من دوائر الانتماء للهوية. وترتب على ذلك أنه لا يمكن تصورها بشكل عام في إطار علاقة مساواة. غالبا ما يتم تعبئتها لتأسيس تسلسلات هرمية وإقامة علاقات قوة، بالتالي فإن الارتباط بهوية يعني الاستفادة من بعض علاقات التضامن، وأيضا يعني المشاركة في علاقات إقصاء حتى الهيمنة. يعني التصور القائل بأن البشر دائما تقريبا عن هويتهم مفهوم جوهري، هو هذا التصور اليوم جزء من الحس السليم النقدي. تستنكر يعني الفلسفة أي تصور للذات ككيان ثابت غير قابل للتغيير، هذا غير مرحب به. الإنسان الذات الإنسانية ليست كيان ثابت غير قابل للتغيير والتطور، تم تقديمها في الأصل مرة واحدة إلى الأبد. هذا تصور للذات البشرية غير مرفوض تماما في الفلسفة، إنه يعارض بشكل أساسي الواقع التاريخي الأساسي للظواهر البشرية التي معروف عليها بأنها متقدمية، تتحرك، ثورية، تتغير في جوهرها. هناك إصرار من الفلسفة على حقيقة أن الهوية يمكن تجميعها مع من خلال سرديات دون ما هي، دون أس أو جوهر واحد. يعني بمجرد ظهور الهويات عربية أو إسلامية أو غير ذلك، وغير هذا التحول الجوهري للعقل القوالب النمطية، التصورات التي تأخذ عن بعضها البعض دائما ما تكون شديدة التبسيط والاختزالية. خطاب الهوية خطاب تبسيطي واختزالي،
ذلك الذي يتصور الذات على أنه كيان ثابت وغير قابل للتغيير. ولذلك ينبغي أن يتم استبداله بخطاب فلسفي عن الهوية معقد مركب متشابك متعدد وغير اختزالي، يؤمن بأن الذات ككيان متحول ومتغير ويعني متعدد، وأن التصور الأكثر تعقيدا التي نشكلها لهويتنا لها وظيفة يعني متداخلة، وظيفة تاريخية زمنية، فهي تهدف إلى لا إلى تجميل الذات، وإنما إلى نقد تشريحها تثويرها وإعادة تشكيل الهوية مثل المصير، الهوية كمشروع. بمجرد وضع هذه النظرية تتمثل الاستراتيجية أساسا في الإشارة إلى الطابع غير الطابع بالأساس الإيديولوجي للهوية دائما تقريبا ضد منطق الأفكار هذا الذي يبسط بشكل تلقائي وعقائدي ويحشد البيانات يعني التجريبية، وبالتالي فهو ينوي إظهار أن تعريفة الهوية وحدودها تتعارض بشكل منتظم مع الحقائق، مما يوضح أن الأفكار الملموسة والأعمال العادية للبشر لا تتوافق معها بشكل عام. في تحدي لمخيلة الهوية السائد يمكن ملاحظة أن ما يسمى بالهوية الجماعية تغطي في الواقع تعددية وتنوع لا يمكن اختزاله في الواحد البسيط والمتجانس التي يرغب في امتلاكها الناس، ودائما ما يتناقض الواقع بخلافات وانقسامات لا متناهية. هذه الادعاءات، هذه الهوية الزائفة الوهمية يتتبعها يعني سرد وربما تعليقها، عندما نجد بأن المرء يستنتج هوية معادية للمجتمع البلد الذي يسكن فيه ويعلن معارضته له بنفس الروح على نطاق أوسع، فإنه يتحدى فكرة الحضارة والثقافة الكونية والفلسفة القيمية. هذه التمثلات الإيديولوجية الهوية يمكن التخلي عنها سواء بعدم قبول مسألة التعارض بين الغرب مع الشرق والإسلام مع يعني الشمال. أن التحديدات التي يتم إجراؤها بواسطة هذه التسميات ستؤدي دائما إلى العنف ضد الواقع للتبرير، ربما تخلي عن الشكل التقليدي للهوية التي يشترك فيها الكثير من الناس والكثير من المواطنين. إذن هذه متخلتنا عن ربما عن ما تبقى من هويات بعد هذا العمل التفكيكي الذي قمنا به. شكرا جزيلا، أرجو أن تكونوا قد يعني فهمتم ما نقصده بهذا العمل التفكيكي للهويات من أجل إعادة التشكيل على أسس إيثيقية سليمة ومعاصرة لهذا الزمن. شكرا، إلى اللقاء.